فته والمحاورة دائما في حلقة لا محلي وعالمي، مين بدك تستضيفه؟ أنا شوف استضافيت يعني اللي كنت يعني محلي ماكو كلهم مستضيفهم؟ تقريبا طينا عالم تقريبا الكل. أنا كلش أعشق زيدان، أعشق زيدان يعني عندما كان لاعب وأيضا مدرب. يعني زين الدين زيدان؟ إيه يعني حيل أعشق. سأله سؤال افتراضي، شنو اللي ببالك اللي تريد تسأل هي؟ حالياً؟ إيه. هل ستفكر بالعودة إلى ريال مدريد؟ أنت مدريدي دكتور؟ نعم. زين. وأنت زورائي قبل أن تمثل النادي؟ أنا زورائي قبل أن أمثل النادي حقيقة، كنت يعني في نادي الجيش وأذهب بعد المباريات أشاهد مباريات الزوراء، أو في مباريات مثلاً يكون عندي راحة ولعبة نادي الزوراء أروح أشاهدها. أكثر برنامج حبيته من برامجك اللي قدمتها؟ هو شوف أنا قدمت نوافذ رياضية، قدمت استوديو الرياضة بعد بلال بداع، وملعب الشعب، ملعب الشعب، استوديو الملاعب، والمدى ستاديو، وسبورت إكس عندي كان أيضا في البغدادية. سبورت اكس كان عربي تقريبا لانه ضيوف اغلبهم كانوا من الاخوان في مصر وقله قليله كانوا من الزملاء. ما انطيتني منه افضل برنامج. الافضل حبيت. ملعب الشعب والمدى ستاديوم. واحد المدى ستاديوم لانه وصل.